السلام عليكم. أجواءنا اليوم شتوية بعمان. لما صورت هذا الفيديو كانت الدنيا ضباب وشتاء، فقلت خليني أشارككم يوم هيك أو أيام، خلينا نقول هو يومين فعليا من حياتي. سألتوني المرة الماضية على هاي الستارة، الحقيقة أنا حكيت عنها الشتوية الماضية، كنت جايبتها للتصوير وإلها فيلكرو من ورا هيك بتلزق، فهي بتعزل الضوء، بس الحقيقة لقيتها ممتازة، عم تعزل لي مش بس الضوء، عم تعزل كمان نسبيا البرد، وكنت جايبتها من جولي شيك، يعني مش اشي عظيم ابدا، بس بقيمها انا فعليا بالصيف. بحب ابدا يومي باني افطر، ومؤخرا عم بكون مدمنة على الافوكادو توست، خاصة انه دايما عندي سور دو بريد، والافوكادو هالايام عم بكون على السيل. وكمان قلت خليني وانا عمالي بفطر اشتغل بشكل متوازي، عندي غسيل، وهاي من الاشياء اللي كتير بكرهها بالشتاء، الغسيل، لأنه بطول لينشف، فبحاول قدر الإمكان أوزع الغسلات. يعني مثل اليوم عندي غسيل شراشف وكوشنز، فمش رح أغسل إشي تاني معاهم لأنه يدوبهم ينشفوا على المنشر. بديت طبعا بإني أضبضب غرفتي، وبدي أهوي شوي الغرفة وأرتبها، وفي نفس الوقت بدي أغير شوية بالديكور، مش يعني إشي عظيم بس بالشراشف، فحطيت الشراشف الشتوية، وبدي أغير بس هيك ببعض الكوشينات اللي بدي أحطها على التخت لتعطي هيك طابع نسبيا شتوي. دائما أحلى شعور بالنسبة لي لما أرتب مكان، خاصة الغرفة، هاي غرفة النوم، الواحد لما يدخل عليها بشعر بأنه كل البيت مرتب، لأنه أكتر مكان ممكن الواحد يميل إلى تركه من غير ما يرتبه. وزي ما أنتوا شايفين خلصت الغسيل، كانت تقريبا الساعة 9 تقريبا بهذا الوقت، وشايفين كيف قديش الشرشف أخذ مساحة كبيرة من المنشر، فمشان هيك بحاول أقسم الغسيل بأنه مثلا اليوم شراشف ومخدات فقط. بالصيف ما في مشكلة لأنه في عندي منشر هذا وفي عندي المنشر الثاني اللي برا، ولأنه الأجواء شتوية وأنا شخصيا بحب أنه أهوي البيت نسبيا، بس برضو بحب في نفس الوقت أنه ما يضلش الهواء البارد فايت على البيت، فبرضو بدنا روايح حلوة في البيت وبدنا شعور بالدفى. وعملت شورت بسيط كان على الإنستغرام أو ريل على الأشياء اللي بتخليني أشعر بالدفى بالشتاء، واحدة منها أني بحب يا إما أولع شمع أو أحط بالفواحة زيت عطري. هذا الزيت العطري جايبه من الشخشير، ريحته ريحة نظافة هيك، هو اسمها فا، زي صابونة الفا فعليا، هو هيك ريحته. فعبيت الفواحة وبدي أشغلها هلأ. Thank you.
طبعا كان مارق جزء منيح من يومي. أنا فعليا لما بقول الساعة 10 فرضا بكون أنا أني صاحي من 4:30، فحوالي 6 ساعات من يومي مرقوا، فبكون خلص بدي أخذ لي استراحة محارب. وكانت الدنيا برا عم بتشتي، الضباب شوي خف، بس الشتاء ما شاء الله كان جدا. يعني أنا السنة أول سنة بصراحة بجوز بستمتع بالشتاء، مش عارفة يعني تغير مودي، هو الواحد عم بكبر مش عارفة، بس بالعادة ما بحب الشتاء. ويمكن لأنه السنة الشتاء نسبيا مش بارد لحد الآن، الله يستر، زي السنة الماضية كان مأساة. كمان من الأشياء اللي بحب أعملها مرات كتير، أنا بحب كتير الفاير بليس، وما عندي وحدة ومش ناوي أعمل وحدة أكيد. فالفكرة أنه بحب أشغل على اليوتيوب، بحط لكم اللينك إذا بتحبوا تحت الفيديو، بحب أشغلها بالقعدة، يعني بتعطيني إيحاء هيك ولو كذب إنه في فاير بليس، وصوت طقطقة الخشب فيها كتير بيعطي هذا الشعور. وبدأت هيك أضوي الأضوية، برضو هاي من الأشياء اللي بتخليني أشعر بإنه أجواء يعني من الدفء. البطاريات كانوا يعني هون تقريبا عم بفشكلوا بهاي الشجرة، بس زبطتهم وحطيت البلانر تبعي. وبحب دائما أنا، لأني بحب النسكافيه تكون كتير كتير سخنة، فبحب أحط مي مغلية بالفنجان قبل ما أحط فيها النسكافيه. هذا الإشي بساعد إنه الفنجان نفسه يكون سخن، فلما بتحطوا فيه المي السخنة بضله سخن فترة أطول. وطبعا أنا بشربها بسرعة لأنه بحبها دائما سخنة كتير، بحبش أضلني أسخن، ولا بدي أقعد أستمتع بفنجان قهوتي مع البلانر تبعي. بستغل الوقت وأنا عمالي بشرب القهوة بإني أعمل مور بلانينج لأيامي القادمة إن شاء الله. وبالأجواء الشتوية كلاتنا بنحب نشرب شوربة، صراحة بتعطي شعور رائع كمان بالدفء. أنا عندي أكل اليوم، لكن عندي برضو مرقة لحمة من يعني أكلة سابقة، وطولة بروكلي. راح أشارككم إن شاء الله قريبا فيديو لطريقتي بالاحتفاظ بالخضار المختلفة ومن ضمنها البروكلي. وعملت الشوربة، وهي الشوربة بحط لكم اللينك تبعتها موجودة بشورت على اليوتيوب. وكنت كمان جايبة حليب فريش، فحبيت إني أعمل جبنة، وبرضو هذا الفيديو موجود على حطيته على القناة بالإضافة لللبن، وبرضو التاني حطيته على القناة. فكان هيك يوم قضيته في المطبخ فعليا وفي البيت، لأنه حسيت أنه عندي أشياء لازم تمشي، وكان عندي أوردرات كتير بسيطة هذيك الأيام، فاستغليتها بإني أعمل أشياء للبيت. من ضمنها هاي الجبنة اللي هي زي جبنة القريش أو قريبة كتير ممكن كبديل للريكوتا. وطلع طبعا عندي من الجبنة هاي المي، هاي المي ما بكبها أبدا، رائعة جدا للعجن، فحطيتها بكونتينرات بالتلاجة. وكل ما بدي بدل ما استخدم مي عادية بالعجينة بستخدم هذه المي، بتسخنوها لتصير دافية وبتستخدموها. وأنا كمان عمالي بستنى الحليب ليبرد مشان أعمل اللبن، تكونت على وجهه قشطة. طبعا هاي القشطة كتير لذيذ، الواحد يتركها بتعطي دسم أكتر لللبن، بس خطر في بالي أني أقيمها وناكلها هذاك اليوم مع عسل. فهي طريقة كمان لذيذة أنه الواحد يعمل ديزيرت من غير ما يغلب حاله. وهلأ بدي أعمل اللبن، وزي ما حكيت طريقته موجودة على المدونة وموجودة، عملتها أكثر من مرة على القناة، بس عملتها مؤخرا بشورت مشان تكون يعني فيديو لحالها. من أهدافي للسنة الجاية إن شاء الله حابة كتير إني يعني أزرع بعض الأشياء اللي ممكن تفيدني بالبيت بالأكل، لأنه أنا ما عندي أصلاً يعني أرض للزراعة، ولكن قلت خليني أجرب. أنا متأخرة صراحة بزراعة التومة، المفروض تنزرع بشهر 9 وشهر 10، يعني لحد 11 معانا وقت، فأنا يعني بجوز آخر يومين من 11، لأنه الجو لحد الآن عنده الحمد لله عنا مش كتير كتير بارد، وزي ما بقولوا يعني better late than never.
فقررت اني ازرع عندي هذه التومة بلدية وكبيرة، حبتها بتجنن، فقررت اني ازرع بهذا الاوار الكبير. هذا الاوار كان فيه نعنع، فضيته من كل الجذور تبعت النعنع قد ما اقدر، وحطيت قشر بيض زي ما انتم شايفين، كسرته بجوز كنت لازم اكسره اكثر من هيك بس عشان يعطي كمان نوتريشن للتربة، وزرعت التومة بحيث انه يكون في مسافة منيحة بين كل سن وسن، وبنزرع الجزء اليابس لتحت يعني بنقلبها لحبة التومة، ان شاء الله تزبط معاي بس يعني هينا بدنا نجرب. حطيت 7 حبات، فالمفروض اذا زبط يطلع معاي 7 روس من التوم ان شاء الله، لنشوف. كمان اجاني نوتيفيكيشن انه محل الخضرة اللي جنبي عامل سيل، فجبت اشياء كتير، منها البروكلي كان فظيع سعره، جبت برتقان ابو سرة، هالايام الواحد لذيذ يستغل البرتقان والكلمنتينا. انا مش كتير بحب الموز فما بجيبه الا اذا عندي طلبية صراحة فمش يعني مش من عشاقه. وجبت افوكادو لانه زي ما قلت لكم مؤخرا عم بستمتع كتير بالافوكادو توست، غير انه سعره فظيع، يعني 4 حبات كبار بدينار و85 كتير السعر منيح، وهدول راسين بروكلي بدينار و7 فبرضه السعر كويس. الاعشاب هذه جبت من كل الانواع، سعرها كان 9 قروش للضمة. برضه الجوافة كانت على السيل، 8 حبات جوافة تقريبا، يعني حوالي كانوا تقريبا اكتر شوي من كيلو بدينار، فبرضه السعر ممتاز. وجبت كمان خس، الخسة جبت بلدي وآيسبرغ، وجبت 4 خسات لأنه كتير بستهلك، الخسة 29 قرش. وزي ما أنتم شايفين الأجواء ما زالت يعني باردة وشتوية، فهذا الإشي كمان خلاني أتشجع أكتر أني أنظم بعض الأشياء. اليوم قررت أنظم قوالب السيليكون اللي عندي، عندي 7000 قالب سيليكون زي ما أنتم شايفين. طبعا هذا الحكي لأني أنا بشتغل بهذا الموضوع فعندي كتير قوالب، لكن كان عندي معضلة كل ما بدي أطول قالب لازم حطهم بكونتينرز بلاستيك، لازم أنكت كل الكونتينر مشان أطول القالب اللي بدي إياه، فلقيت أنه هاي الطريقة ممتازة. عندي خزانة بغرفة التصوير ما بستعملهاش يعني فعليا إلا لبوكسز، فقررت أني أستخدم العلاقة تبعتها بإني أنظم هدول القوالب بهاي الطريقة. والقوالب الكبيرة حطيتهم بخزانة، هاي الخزانة أو يعني هي هاي المنظمة من كارفور كانت تحت العلاقة، حطيت فيها القوالب الكبيرة. واليوم خلاص أوفيشلي حسيت إنه الدنيا خلاص دخل الشتاء، خلصنا الخريف، فبدي ألملم كل الديكورات تبعت الخريف، وإن شاء الله قريبا رح يكون في فيديو كمان لديكورات الشتاء بإذن الله على القناة. فأنا كل الديكورات يعني تبعت كل فصل بحطها بكونتينر زي ما انتم شايفين بلاستيك، بلملمها وبحطها فيه وبسكره، بنزله على المخزن وبطلع الكونتينر الثاني تبع الفصل اللي بدي أزين له. طبعا هاي الشغلات أكيد إشي اختياري، السنة النية تبعتي إني ما بديش أعجق الدنيا بالديكور، بدي يكون خفيف ولطيف، وفي نفس الوقت بنرجع بنقول انه هاي الاشياء اختيارية. انا بالنسبة لي بحب التغيير دائما وما بدي اصرف مصاري كتير، فبلاقي هاي الديكورات البسيطة اللي الواحد بيعملها، وزي ما انتم بتعرفوني اغلبها اشياء منزلية بعملها انا بتكاليف جدا بسيطة، بتعطيني شعور بانه كأنه عندي مكان، او يعني صار المكان مختلف او المكان تجدد وصار شكله يعني مختلف لعيني انا. كمان عندي كان كيلو لحمة مفرومة بدي يعني بدي استخدمه، عارفة لحالي قررت شو المنيو تبعتي لشهر 12، فقلت خليني أقلبه كلياته مع بصلة وملح فلفل أسود من غير أي بهارات تانية مشان بعدين أتحكم بالبهارات حسب الأكلة، وطلع معاي حوالي 7 أكلات من اللحمة المفرومة هلأ جاهزة. لما بدي أطبخ الطبخة بكون اختصرت جزء منيح من مدة الطبخ، من التسيح لنفس التقليب والتقطيع والتوسيخ كمان.
وراح أحطهم هلأ بالفريزر. وبحب أشكركم، هذا هو الفيديو تبعنا لليوم، كان فيديو تحفيزي أكثر منه فيديو طبخ، وأتطلع أني أشوفكم إن شاء الله بالفيديوهات القادمة. وبحب أعلن الفائزة عنا بالجائزة تبعت شهر 11، بحب أنها تتواصل معي نسرين مشان إن شاء الله تستلم جائزتها. يعطيكم ألف عافية وخليكم بالدفى قاعدين، وبشوفكم إن شاء الله في فيديو قادم. سلام.